نشوف معاك باش نشخص لك الحاله ديالك ونشوف كيفاش غادي تتم الخدمات اللي غنقدموا لك ان شاء الله. اشنو المشكله؟ المشكله هو ان الزوج ديالي كي وصلت معاه للتعنيف والسب والشتم بزاف الحوايج اللي وصلت معاه. انا فاش كنت انا مزوجه به يعني كنت يعني كنا بخير عايشين بخير، ولكن بعض المرات كنوصلوا للعنف، ولكن كنصبر كنقول على قبل ولادي ما نشتتش هذه الاسره، يعني ما كنوصلش يعني الكوميساريا ولا شي حاجه، كنقول لا نصبر. يعني تعنفت وانا كنت حامله ببنتي ومشيت حتى بغيت ندير شهاده طبيه وداك الشيء في العنف ولحني من الدروج وكل شيء، وداك يضرب واحد والسب والشتم. ومني مشات الوالده ديالي قالت لي راه ضربتيها، انت راه بحال ولدي وهي راه بنتي وما بغيناكمش توصلوا شي حاجه. قال لها لا تمشي للمحكمه ودعيني وما عندها ما تصور مني. وداك يغوت صافي. انا مشيت عند الطبيبه وقلت لها راه بغيت شهاده طبيه وكنت مضروبه، وهي تقول لي انا غندير لك شهاده طبيه ولكن فكري في الاسره ديالك وانت حامله. وهذا درت ديك الشهاده الطبيه صافي، ومن بعد حطيتها في الدار وبقيت جالسه في دارنا كنتسنى السيد انه باش يتراجع. انا اتصلت به هاتفيا وقلت ليه نحدوا من هذا المشكل باش ما نوصلوش شي حاجه، وحنايا انا يلا حامله ما عرفتش شنو عندي ولد ولا بنت، ما نشتتوش هذه الاسره يلا بديناه. صافي رجعت داري وخا بقى كيعنفني وداك الشيء وبحال يعني مبعد مني، وصبرت صبرت وانا كنت في الفتره ديالي ديال الوحم صافي. مهم من بعد صافي رجعنا تصالحنا، رجعت العلاقه عاديه. مهم من وراها يعني انا بقيت فاش بغيت نولد بنتي كان هو داخل السجن، ولدت البنيه سجلتها ولكن ما حطيتهاش في الحاله المدنيه. بقينا ملي خرج كنتسنى يحط لي البنت في الحاله المدنيه، ما حطهاش. اليوم غنحطها، اليوم غدا نحطها، بقينا هكاك. رجع عاوتاني دخل السجن، تشد عام وشهرين، حكموا عليه بسنتين ديال الحبس. رجع عاوتاني في السجن نقصوا لي دوز عام وشهرين، يعني 14 شهر. انا كنتسنى السيد انه يسجل بنته في حال ماديه، ما كاينش. خرج عاوتاني، بدينا في العنف وبدينا في المشاكل، وبدينا انني بغيت الاسره دي بغيت الاسره تجمع، هو كيزيد يشتت هذيك الاسره. السيد يعني بحال ما مسوقش انه عنده اسره او انه عنده مراه ولا حتى شي حاجه، يعني ما مسوقش، باغي يعيش الحياه. وفي نفس الوقت الخيانه الزوجيه، وكنشوف بعيني وكنصبر وكنسكت، كنقول باش ما نشتتش الاسره ديالي خصني نصبر. مع ذلك صبرت، يعني وصلت فاش بديت كنتعنف وكنضرب خرجت من الدار. كنتسنى ان السيد ملي مشيت لدارنا جلست دارنا ما فحالهمش، بقيت جالسه معاهم كناكل وكنشرب معاهم داكشي اللي قسم الله. نتسنى اني عندي جوج ولاد، يعني جوج ولاد غنحطهم في دارنا وغنجلس. نتسنى اليوم يدير معايا حل، غدا يدير حل. وصلت 3 شهور وانا جالسه في دارنا. هذا السيد هو ما على بالوش ان عنده مراه ولا ولاد ولا شي حاجه. مشيت عيطت ليه قلت ليه شوف دير معايا شي حل اولا غنمشي غنرفع دعوه ديال النفاق. غير قلتها لي قال لي صافي واخا يلا طلعي معايا للطوموبيل باش نتفاهموا. صافي طلعت للطوموبيل، هي فاش بدا كيضرب فيا علاش انني نمشي انا نقول لي باغا نرفع دعوه. شوفي ما عندك ما تصوري مني، انا غندوز حياتي كلها حبس، النفقه ديالك سير ندوزها حبس، والطاقه كسو غندوزو حبس، ما غنعطيك حتى ريال. علاش هادشي؟ علاش زعما ديك الدريه من دمك وتا هي تحرمها، وانت عندك ماشي ما عندكش، عنده الملك عنده كل، يعني ما محتاجش غير انه يصرف عليها، يعني يخدم ولا عنده كيشد رزقه في الشهر شهريا كيشد مليون ونص، يعني انت شد شويه من بعد عطي لبنتك ماشي تحرمني. ما بغاش، ما وصلتش معاه حتى شي حل. مشيت للكوميساريه فعلا درت شهاده طبيه، مشيت للكوميساريه قلت لهم هذا السيد انا كنطالب منه بغيتو غير يرجعني للدار ورجعوا هذه الاسره نجمعوها، ما باغاش نشرد ولادي ولا. وانا قلت لي يعني ما عنديش شي نيفو، ما عندي حتى شي حاجه، يعني هذا السيد بغيتو يدير معايا حل. صافي اتصلوا بي هاتفيا قالوا لي الزوجه ديالك هنايا عندنا في الدائره جي سميتو. صافي طفى عليهم التليفون ما كيجاوبهمش. وصلت للتعنيف للتهديد، بغى يخطف لي الدري. مشيت عاوتاني درت ديكلاراسيون ديال الخطف، عاود ثاني وصلت للتهديد ولا كيهدد في عائلتي في الوالده ديالي في اختي، يعني وصلنا لواحد المشاكل. واحد وليت انا الدري وقفته من المدرسه صافي وريحت انا في الدار، ما كنخرج ما كنضرش. اللي خرج كيبدا عليه بالسبب المعيور، كيجمع الطوموبيل عمرها
الدراري يجي يهجم عليا انا حدا الباب بالسب والشتم والمعيور، ولحد الان التهديد كان تواصل معه في التليفون، ولحد الان باقي التهديد. انا حاليا باغي ندير شكايه عند وكيل الملك بالتهديد والعنف، لانه اختي تلقى ليها في الطريق وباغي يضربها. هو كيتاجر في نفس الوقت كيتعاطى. كيتاجر فيه؟ انت عرفتي هادشي ولا انا عرفته النهار الاول؟ مي قال لي انا هادشي غنصلحو وما غتبقاش حياتي بحال هكا. وانا بديت كنكبر حيت هو عنده دابا 43 في عمره. انا 30 سنه دابا. ما هو في علم النفس ما خصهاش تفوت 10 سنين. ما خصهاش تفوت عينا فات 10 سنين كتكون واحد يعني انت انتقلتي لواحد جينيراسيون اخرى اللي هي من افكارها وكل شيء ماشي ديالك. دابا شنو مطلوب منا؟ بغيتي نوقفوا معاك والخدمه اللي نقدموها. انا حاليا انا مع اخصائي نفسي لا وقتي نفسيا متدمره مع دوك مدمره نفسيا. يعني حياتك انك تدمرات كنتي بالاسره ديالك، كنتي كتفكري هذا السيد ماشي ما فكرتش انني نهائيا نتفارق معاه، ولا بالعكس بغيت من هذيك الاسره نكون جا معاها، يعني يكون واحد الحضن عائلي يعني ما بين الاب والام. فهمتي؟ ما تصورتش راسي غنتلحظ في نفس الوقت انني اسرتك. انا مستعده انا نبقى نحافظ على الاسره ديالي، ولكن هذا السيد دابا حاليا وليت انا خايفه منه. كاين تهديد؟ كاين تهديد، ووصلت لي يعني لشي حوايج لانني ما نتوقعش الانسان يعني ولا مجرم، يعني ما بقاش واحد الانسان طبيعي كنشوف، يعني وليت كنشوف كنخاف منه. ما نقدرش دابا حاليا يجي عندي يقول لي ندوي معاك، ما نقدرش. دابا بغيتي توضعي حد لهاد الحاله الزوجيه؟ دابا انا باغا يعني بالنسبه باغا نامن حياتي، لانني ما بقيتش في امان بالنسبه ليا. واقفه حياتي متوقفه.